اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. سيدي الإمام، هل غضب الله عز وجل على آدم مثلما غضب على إبليس؟ فكلاهما ارتكب معصية. لم يغضب الله تعالى على آدم عليه السلام، بل عاتبه عتابا خفيفا استلزم توبته، فتاب الله عز وجل عليه واجتباه، ولم يكن نزوله إلى الأرض طردا له من الجنة، بل كان لغاية كبرى، وهو أن يعمر الأرض كلها. أفهم من ذلك يا سيدي أن عصيان آدم غير عصيان إبليس؟ آدم عليه السلام معصيته نتجت عن غفلة ونسيان، وقد أسرع بالتوبة هو وزوجه، فتاب الله عليهما. أما معصية إبليس فكانت عن تكبر وحسد، حتى إنه لم يسارع إلى طلب التوبة والمغفرة، فكان أن غضب الله عليه ولعنه. إن رذيلة الحسد إذا تمكنت من النفس وتأصلت فيها أوردتها المهالك وزينت لها البغي والعدوان والإثم والطغيان. ابتعد أيها الوحش، ابتعد. هابيل، هابيل، احتلس، احتلس يا هابيل. ابتعدي يا أقليمة، ابتعدي، ابتعدي حتى لا يؤذيك. هابيل، إنه ينزف. إنه كلب بري، هو يتألم بشدة، سأقترب منه لأرى ماذا حدث له. لا 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 لا، لا. أخشى أن يفترسك. لا تخافي، اهدأ أيها الكلب، اهدأ أيها المسكين، دعني أرى جرحك. ماذا تفعل يا هابيل؟ أحاول أن أساعده، سأربط على الجرح كي يتوقف هذا النزيف. هل أحضر له طعاما؟ ربما يكون جائعا. لا، أحضري قليلا من ماء النبع كي يروي ظمأه. ألاحظ أن هذا الكلب يتبعنا أينما ذهبنا. إنه ممتن لنا لأننا عالجناه من جرحه وآويناه فآنس إلينا. أتعرف؟ أنا أيضا آنست إليه وأصبحت لا أخشاه. لم أتصور أن مثل هذه الكائنات يمكن ترويضها واستئناسها. بما أنه قد أصبح فردا منا ولا يفارقنا، ما رأيك أن نطلق عليه اسما نناديه به؟ فكرة طيبة، وحيث إنه قد آنس إلينا ونحن أيضا قد آنسنا إليه، فسوف نسميه أنيسا. أنيس، إنه اسم جميل. أنيس، أنيس، أقبل، تعال، تعال. أرأيت؟ لقد أعجبه الاسم. أيتها الشقية، لي يومان أبحث عنك، هل ابتلعتك الأرض؟ ليتها ابتلعتني يا عينة، إني أختبئ عن أعين إبليس وأعين أتباعه. ولكن لماذا تبحثين عني؟
هل كلفك إبليس بذلك؟ أم عندك أخبار مبشرة تطمئنين قلبي بها؟ كنت أود أن أبشرك يا عزيزتي، ولكن... ولكن؟ ولكن ماذا؟ يا ويلتي، لم يصفح عني إبليس، هلكت يا غندور، هلكت. على ما تضحكين أيتها العجوز البائسة؟ لقد أنقذتك من نفسك أيتها المتهورة الحمقاء. حقا؟ حقا ما تقولين يا عينة؟ بذلت جهدا كبيرا كي يصفح عنك. لن أنسى ما فعلتيه من أجلي يا حبيبتي. وإليك البشارة الكبرى. ها؟ أي بشارة بعد العفو والصفح؟ ستكونين أول من يأتي له بالذرية. أنا؟ لا، لا أصدق. هل تقصدين؟ نعم أيتها البلهاء الجاحدة، ستكونين زوجة لإبليس. لا أصدق، لا أصدق. أشكرك يا حبيبتي، أشكرك يا عينة. يا إلهي، إلى أين يمضي كل هذا الماء؟ وكيف تفجر من بين الصخور؟ يا لك من ماكر يا هابيل، ولكن لا، إنني أنا قابيل. ها؟ قابيل، هابيل يجب أن يجلو عن هذه الأرض أيضا. إلى أين؟ هل ستترك له هذا النبع الصافي الجميل؟ إنه قد يتحكم بعد ذلك في أرضك. كيف؟ يمنع عنك الماء فتموت عطشا أنت وأرضك. وماذا أصنع؟ آدم أيضا سيقف أمامك، سيقول إنها ليست أرضك، سيحكم لأخيك الراعي، فهل تقبل؟ وماذا أصنع؟ أعلن العصيان. سيلعنني آدم. أنت الأقوى، أنت خير منه. ستلعنني السماء. أيها الرعديد، يجب أن يكون النبع لك، الماء لك، الأرض والنهر لك، لك وحدك يا قابيل. وحدي؟ نعم وحدي، ولكن كيف أطيق الحياة وحدي ومن يعمل في أرضي؟ هابيل. نعم هابيل. وإقليمة تعمل لك أيضا مع قرين مستقبلها هابيل؟ لا، إقليمة لي وحدي. إقليمة لا تترك هابيل. إذن يجب أن يتركها هو. كيف؟ بالقوة. وإذا وقف في وجهك آدم؟ أعلن العصيان. والسماء؟ السماء، إن عصيان السماء خسران عظيم. وإقليمة؟ إقليم لي وحدي، لي وحدي.